ننتقل اليوم بفقرتنا الثانية مع فنان استطاع أن يغني الحب بمعظم اللغات واللهجات، فكان اللحن والإحساس جواز مروره عبر الأماكن والأزمنة، صور وتواريخ متعددة إلى أزمنة عاصرتها مسيرة الفنان اللي أبدع لحناً وخاطب فيها مختلف الأجيال المتعددة. اليوم عم نحكي عن الفنان نعيم حمدي، أرشيف من الذاكرة، صور وذكريات من التلفزيون العربي السوري على مر الأعوام. واليومنا هذا اليوم رح نروح معه لنقلب بعض صفحات الذاكرة ونسترجع من خلاله أهم المحطات ضمن التلفزيون العربي السوري بذكرى التأسيس. يسعد صباحك أستاذ نعيم. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا بحضرتك. يطول بعمركم إن شاء الله، كل سنة أنتم سالمين. كل عام وأنتم بألف خير. وبلدنا سالمة ورئيسنا سالم. ليش سالم يا رب؟ آمين. الله يرحم شهدائنا يا رب. آمين. مناسبة عيد ميلاد التلفزيون العربي السوري، كنت صغير أنا هيك، كانوا يحطوا التلفزيونات في الشوارع ليطلع الناس كلها، ما كان في تلفزيونات لسه وسط البيوت. من هذيك الزمن عمري 4 سنين 6 سنوات 5 سنوات كنت أتذكر هيك. فرجعتني الذاكرة لهذاك الوقت إلى هذا الوقت اللي مش التلفزيون العربي السوري والإعلام السوري بالذات. والمحطات اللي كانت محطة واحدة بعدين صارت محطتين بعدين صاروا 3 4 5 غير المحطات الخاصة. فالحمد لله الإعلام دائما في مسابرة للحداثة وللتطوير ولأخذ المعلومة الطيبة لأي مشاهد وأي مستمع. طبعا أهلا وسهلا فيك أستاذ نعيم. اليوم خلينا نحكي عن ذكرياتك مع التلفزيون السوري، كيف كان البيت والمدرسة لكل الفنانين؟ أنا كنت دخلت المبنى عمري 12 سنة وغنيت كورال ورا مطربين مشهورين الله يرحمهم كلهم ماتوا، يعني كنا صغار ويجيبونا من وزارة الثقافة للتلفزيون حتى نغني وراء كورال. يعني هي أنا أول بدايتي دخولي للتلفزيون. بعدين دخلت صار في برامج، كل ما يكون في برامج للأطفال يطلعوني فيها، يعني كنت صغير يعني ما كان جواز عمري 12 سنة. فضليتني مستمر، حسوا في انه في لمسة فنية كذا، استقلت فيها بالدراسة سواء كنت في سوريا درست فيها وزارة ثقافة، كمان كنت في كورال وزارة ثقافة ومع تيسير عقيل. بعدين سافرت لمصر ودرست مع كلودي مونتفردي بيانو، كان استاذي اهم موزع موسيقي في الشرق الأوسط، وزع على فريد الأطرش للموسيقى كلها، من كبار فنانين ملحنين عبد الوهاب لعبد الحليم لفريد الأطرش كان أستاذي في التوزيع، علمني. فحس في أني أنا يعني بما يعني ما بدي أحكي عن حالي، أنه في عندي يعني أسلوب أني أنا أوصل لكون فنان معروف يعني نجم شوية. حولي ما نجم لسه كماجد، ولكن الحمد لله مشيت الطريق ما قصرت فيه انا لا بالنسبه لبلدي سوريا كفنان يعني. فكان من بعد ما درست معهد كلودي مونتفردي بيانو توزيع موسيقي، معهد فؤاد كمان للموسيقى الشرقيه كمان بعزف عود وشويه ليتل يعني شوي بعزف شويه ليد جيتار ليد يعني، وظليت مسافر. فحسوا فيني، كان في مسابقات عالمية للأغنية العالمية اللي كانت بتصير باليونان وبإيطاليا. فالله أكرمني قدمت أغنية ألحاني أنا، اللي دعمني وقتها كان الله يرحمه أندريه رايدر، كان له علاقة عضو عالمي في المهرجانات الدولية خاصة الأغنية العالمية. فقدمت باسم سوريا والحمد لله مرة واثنين باليونان وبإيطاليا مرة وبمصر. رجعت لهون كان في مسابقة لنشيد الدورة العربية الخامسة اللي بنت فيها الملاعب، أنا زمن الراحل الله يرحمه رئيسنا حافظ الأسد رحمة الله عليه. فكان في مسابقة لتلحين نص شعر الأستاذ سليمان عيسى رحمة الله عليه، إنه مين بلحنه أفضل واحد. فكان متسابقين 17 واحد ب76. فالله اكرمني وفزت انا بالتلحين، هذا التوزيع تلحين هاي تحفز السواعد، كنت صغار انتم ما بتوعوا النشيد هذا. بعد منا عملت اغنيه بخمس لغات للدوره العسكريه، كمان حضروها كبار مسؤولين العالم من دول تقريبا بوجود وحضور
الراحل الله يرحمه حافظ الأسد، وكان دورة عسكرية للكرة القدم العالمية. فقدمت أغنية كمان غنيتها في استاد العباسيين، وي سي ويلكم هابي ويشز تو يو جريت لاف ترو فور مي اند يو وير ايفر يو ويل بي يو ويل بي. الشام المنارة بتحب الزوار، وعخصر زنارة وزنارة خضار، والشام المنارة شو بتحب الضيف، وغني يا جيتارة ويا هلا بالضيف، واهلا وسهلا ويا مرحبا اهلا بالزوار، شرفتونا وزاد الهنا بوجودكم يا يعني بمال كلامات. ريلي وانا سيت ويلكم تو اور كانت نصوم زوغو افيك لي زامي على تيضم شانو نزامو باللي فرنسي كمان ترحيبية بالدول المشاركة، كانت بريطانيا المانيا انجلترا اليونان العراق الكويت سوريا، هي دورة عسكرية من دول كانت صارت عنها. فكانت كمان لمسة جيدة حول اني انا عرفت شو لازم اقدم لخدمة اعلامنا ونعرف العالم الاخرين انه سوريا عندها فن وترحب، تعرف كيف ترحب بأي وفد جاي من برا او اي صديق جاي من برا من دول اخرى. الاغنية انزعت فترات واخذت صيت كثير وقتها مع الطلب، صار الطلاب كلهم يغنوها. دارت الايام كان في مسابقة لاغنية دور الاولمبية في اللاذقية، ما بعرف هي اكيد بتتذكروها، وما كان ما كان عمركم لذاك العمر، ما شاء الله عليكم لساتكم صبايا صغار يعني. شكرا. في ال 87 عندنا الاغنية، اذا قلنا من ال 87 صار لها 37 سنة. ما نحكي عن دورة العاب المتوسط. العاب المتوسط، كاني هلا عم الحنها وكاني هلا عم اغنيها. نعم. فلقيت غيري يعني تقدم تقريبا شي 35 اغنية. فلقيت غيري عم يقدم يعني مو لطابع الاولمبياد هاد. يعني عماد مغاني باللغة العربية وكذا، وانا عرفت انه بحر المتوسط لان كل دول المتوسط بكافة لغاته، واكثر لغة دارجة بالعالم يعني الانجليزي الفرنسي، ما هيك بعتقد هذا يعني العربي ما يعني، بس انا شلون بدي وصل رسالة، شلون بدي رحب بكل الدول اللي مشاركة بالالعاب الاولمبية في اللاذقية. فكلفت شاعر الله يرحمه اسمه حسن اصفهاني بالانجليزي، وكتب بالفرنسي، طبعا في ناس انا مفورا بسجلها يعني بجيب يشرفوا ناس باللغات، صاحبين لغه بيحكوا بالفرنسي وبيحكوا صحيح بيحكي انجليزي وبيحكي كم لغه كم كلام، لكن بجيب ناس تشرف على اللي انا بدي غني وشلون بدي غني. فانا انفردت بجو ثاني اني قدمت اغنيه بدل ما اقول اهلا وسهلا ومرحبا واهلين شرفتونا ونورتوا لاذقية ونورتوا بلدنا بالكلام هذا الكلام مستهلك ما حيفهموني. فعملنا سيريا لاند اند بيوتي اند هابي دايز، من الاغاني هي كذا عملناها بالانجليزي بالعربي بالفرنسي، والحمد لله وقتها فزت وانشارت الاغنيه. بوقت الراحل عدنان بوزو رحمة الله كان كل ما قال لك مزمار الحي لا يطرب. متذكر الكلام يقولون اي والله نعم اي والله. بكتب بال 76 طلعني بنشره الاخبار، كان في فقره بنشره الاخبار فقره رياضيه بيحكوا عن الرياضه والمباريات العالميه والعربيه، فكان يسعدنا ان نرحب بالشاب الفنان نعيم حمدي الذي يقولون ان زامر الحي لا يطرب، ولكن الفنان نعيم حمدي اطربنا وقد نجح بتلحيني وفوزي باغنيه تحفز السواد. ثاني مره بالدوره العسكريه وي سي ويلكم، اخر مره كمان بالاخبار طلعني، كان معه مريم يمق كمان تقدم شاركه في التقديم، كمان قالوا بالضبط انه يقولون ان الزامر الحي لا يطرب ولكن الفنان محمدي اطربنا وقد فاز بتلحيني والتوزيعي اغنيه دوره العالميه دوره المتوسط اللي اقيمت في اللاذقية. طيب من كلامك استاذ نعيم اليوم كان في حاله دعم جدا جميله من التلفزيون العربي السوري ان كان لحضرتك او للفنانين، خلينا نحكي اليوم او بهداك الوقت عن الدعم اللي تقدم لكم لحتى تمثلوا سوريا بالشكل الصح. انا ما كنت اسال عن الدعم المادي، خلينا معنوي، خلينا معنوي، انا معنوي اعلامي، كل شيء بهم سوريا صدقيني صدقا وشرفا افكر فيه عن غيري ما بفكر، شلون بدي اعمل اكون مميز نوصل رساله من سوريا كوني عربي سوري للخارج. هلا لحنت انا الكوري 13 اغنيه بالكوري الحاني،
وتوزيع الموسيقي وغنائي، وعندي 8 جوائز ابداع اول في كوريا، غنيت امام زعماء العالم كله بالعربي وايضا بالكوري حتى ارفع اسم سوريا برا، بس شوف العلم تبعنا مرفوع ببلاد برا وانا مشارك المرانا، بحس بروحانيه، بحس بسعاده كبيره كثير. انا دمعتي بتنزل اني بشوف اني انا قدرت اوصل لهالمهرجان هذا، خاصه باليونان كمان لما لقيت عالم سوريا مرفوع باثينا مع كبار نجوم العالم. كبار نجوم العالم كانوا جيست ارتست يعني ضيوف شرف، لكن انا كنت سابق. وتذكر منه كان في 2 مطربين الله يرحم الاثنين، من ضمنهم سامي كلارك الله يرحمه، كان يشارك معي بعده مهرجان دوليه. يعني كان معنا مين؟ ميراي ماتيور، ليتل توني، جون هيليدي، ديميس روسيس، انجل بيرت، يعني نجوم العالم كانوا. فلما بتذكر اسم سوريا بهيك مهرجان وعلم سوريا مرفوع ضمن الاعلام هي، يعني بحس اني انا قدرت اوصل للشيء اللي انا افكر فيه، وخدمه مو بس لبلدي، خدمه لالي الناس تعرف انه نعيم حمدي شو عمل بتاريخه الفني. يعني استاذ نعيم، برصيدك العديد من الاعمال بمختلف المناسبات، يمكن لاعمار مختلفه، وخصوصا كان في اكثر من 40 عمل فيما يخص الاطفال، خلينا نحكي عن هي التجربه. اطفال، معظم الشركات كانت شركات غير سوريه، شركات خليجيه. مجلس التعاون عملت تقريبا شيء 33 اغنيه اغاني الاطفال، عملت هون اغاني الاطفال كمان. للاسف الشديد ما عاد في عندنا برنامج اطفال هون واغاني الاطفال، يعني ما بقول انه في تقصير، ممكن اختلف الوضع وكان صار الطالب الصغير يعني يتلقى هذا الشيء بالمدرسه اللي وقعت فيها، بس لابد كمان هذا نكون في برامج الاطفال ضروري. عندي اغاني اطفال كثير، واغاني حتى تصور يعني اعطوني الله يذكره بالخير، يعني شركه اعطتني لاول شيء 6 اغاني، فلحنتهم وقدمتهم كل شيء، ردوا اعطوني 6 ثانيه، ردوا اعطوني 6، ما فينا يعطوني 6، قلت له طب شو ما في غيري؟ قال له للمدير المونتاج كان فيصل مرعي الله يذكره الخير، كان عندنا بالتلفزيون كمان موظف فيصل مرعي، فقال لي نايم حبوا الحانك، حبوا يعني البساطه فيها اكثر من غيرك من الحين، فهيك الله وفقني. كمان ما تنسي ان انا يعني ايه بحكي عن حالي، لابد من احيانا الواحد انه وصل لمرحله شو عمل بحياته انه يحكي عن حاله كمان. هذا تعبك استاذ بنيناي وسعي لليوم لحتى يكون اسمك يعني محفور بذاكرة اجيال. يخلي لي عمرك، يخلي لي عمرك ويوفقك يا رب، يوفقك. هلا انا شو اللي فكرت فيه، انا من سنه 76 اني اعمل اغاني فيديو كليب، يعني اول اغاني، هلا كثير قالوا انه انا مني اغاني فيديو كليب، عيب اني كذبهم كذا، بس الناس كلها بتعرف اول اغاني فيديو كليب ب 76 هي أغنية يما رحنا ومشينا، هي كانت إخراج عماد اليافي الله يطول بعمره، التصوير المبدع وحازم بياع، كلهم كانوا موظفين عنا بالتلفزيون واشتغلوا، بعدين عملنا طعميتك بإيدي عسل ولوز، قلت لك وحياة أولادي الزوج أنت على قلبي بتموني، بتريدي بعطيك عيوني، يعني أغاني اجتماعية إسروية، صاروا يسموني أنا المطرب الإسروي، كمان فيديو كليب، دنيا غريبة، أنا وحبيبة الشام وصورتها كله هذا على حسابي بلبنان وصورتها هون، يعني كنت فكر اني اعمل جانب الاغاني العاطفيه والرومانسيه، اني اعمل شيء يخدم شيء اسمه وطن، يخدم شيء اسمه وطني، حتى المسؤولين يعرفوا اني انا اعمل شيء مغاير لاي اي اي فنان اخر. يعني شو اللي خلاني هلا انا اخر اغنيه عندي اغنيه روسيه لتمتين الصداقه بيننا وبين الدول الثانيه، اغنيه بالروسي تمتين الصداقة بيننا وبين روسيا، عرفتي؟ يعني هي ما بننسى نحن والسوريين بالذات يعني وأوفياء لدول تانية ساعدتهم ووقفوا معهم أثناء الحروب أثناء النكسة والدابد، يعني وقفوا معنا بكل شيء. طيب أستاذ نعيم، فلازم الواحد يرد هذا، إذا ما رد سياسة يعني مو بس سياسيا رد، رد فنيا كمان أكيد. اليوم خلينا هيك نسترجع معك التعاون ما بين حضرتك وما بين الفنان دريد لحامة، هو قامة يعني اليوم ما عم نحكي عن دريد لحامة، مو بس استاذي، انا بعطي عيوني لانه انسان
انسان انا علاقتي معه مسجل قبل السبعين، الاول مهرجان دولي طلعت مسجلت في سوريا باليونان. فقال لي تعال عندي على البيت، رحت لعنده على البيت كان نقيب فنانين وقتها. فقال لي سميني اللحن، فسمعته الاغنية انا عنده على البيانو. فهو ساعدني وكذا، اعطاني يعني عيب انه اكراميه، وحكى مع وزير الثقافه كمان كرموني، فطلعت على اليونان بس كذا ورجعت بشرف كبير يعني. مره ثانيه صار لي كان لي شرف كبير معه اني اشتغلت معه بكاسك يا وطن كمان بعد وفاه الراحل الله يرحمه سمير حلمي الفنان الله يرحمه. فقال لي نايم ممكن تتعاون معنا، قلت له لي الشرف الكبير. فسافرنا بلاد كثير انا وياه، بعدين عملنا مهرجان الاغنيه السوريه اللي صار في حلب كان كل سنة فيه. قدمت المشروع هذا وتوافق عليه، وكان هو مدير المهرجان وأنا كنت معاونه مدير التنسيق والمتابعة، وعملنا أغاني بتطير اللعب لكل المطربين الجداد والقدامى. كمان تعاونت معه لمدة 4-5 سنوات، تعاونت معه بمسرحيات شقائق النعمان بالأغاني وتنفيذ الأغاني، أنا وشاكر بريخان الله يرحمه وحسان تحسين بيك الله يطول بعمره. وبعدين سافرنا كثير بلاد، ثاني كل شيء علاقة ودية وعائلية أنا وياه. فلقيته مرة عم يقول لي بدك تعمل موسيقى تصويرية لعودة غبار. صحيح. فأنا حسيت حالي إني أقل قيمة من اللي هو بذهنه. قلت له لا دور على غيري. قال لي اسكت وكذا شوف المسلسل وقرأ النص، شوف المسلسل نعطيك أول 10 حلقات حط عليه موسيقى. فلقيت في اغاني كمان تلحنت، لحنت الاغاني كمان انا وحسام تحسيني. ايه والاغاني حلوه كانت، وهذا كان اخر عمل بيني وبين الاستاذ دوري اللحام. لكن لحد هذه اللحظه من فضل رب العالمين الشرف الكبير دائمه علاقتي معه عائليا لحد الان، بحسه اخ كبير واستاذ وفنان كبير عظيم، والله يوفقه ويعطيه العمر جاه ربي. أكيد أستاذ نعيم تاريخ حافل من الإنجازات على مر مسيرتك الفنية، أكيد بدنا نشكر حضورك معنا وبدنا نعايدك كل عام وأنت بخير، ومن خلالك كل عام وكل الفنانين السوريين بألف خير ربي. فنانين أيضا الزمن الجميل، الزمن الجميل حلو كتير، إن شاء الله ينعاد إن شاء الله بما تركوه من إرث ورثي، لأننا نحن ورث، أنا تورثت الفن من قبل مني. أتمنى الفنانين الجدد كمان يعني ياخذوا منا يعني شو كنا نعمل اغاني، اغاني لها هدف إلى معنى، يعني مو اي اغنيه طبل وزمر وكذا. انا ما التزمت بلون معين، انا عملت تشكيله حسب النص الكلامي بقدر افكر فيه ليله وليلتين وشهر وشهرين حتى اعرف كيف بدي لحن هذه الاغنيه واقدمها للناس، ما تاذي الناس، تعدل مزاج الناس ويكونوا الناس مبسوطين. كل سنة وانتم سالمين، كل زملائنا الفنانين الله يسلمهم، وإن شاء الله الموظفين وإخواننا كلياتهم لعلاقة طويلة بيني وبينهم، المذيعات ومقدمي برامج ووزراء ومدراء عامين ومدراء قنوات، الله يديم عليهم الصحة والعافية يا رب، تنعاد بلدنا على أحسن وأحسن بجاه رب العالمين، ويديم الحبة بيناتنا. آمين. يطول بعمركم يا رب العالمين، وتحية لإخواننا كمان في الجيش العربي السوري، وتحية كبيرة للسيد الرئيس بشار، الله يطولنا بعمره يا رب، يديم هالبلد والمحبة بيننا وبين بعض. آمين يا رب أستاذ نعيم. بسطنا اليوم بهالذاكرة الجميلة يلي رجعنا من خلالها هيك لأيام اشتقنا لإلى ضمن التحديات والظروف اللي عم نعيشها. أهلا وسهلا بحضرتك، نورت صباحنا. تسلموا يا رب.